خلينا نتكلم اكتر على الاهلي، وطبعا ماتش مباراه انبي الاخيره اللي منها هينطلق لبدايه موسم جديد. هنتكلم على شكل الافضل وسيناريو مسابقه الدوري العام، هنتكلم على دور رابطه الانديه، هنتكلم طبعا على ماتشات مصر مع ليبيا ذهابا وايابا مع واحد من نجوم النادي الاهلي وحارس مرمى متميز الحقيقه كابتن احمد فوزي، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. مساء الخير كابتن احمد. مساء النور يا ابو حميد، ازي صحتك عامل ايه؟ ازيك انت، منور الدنيا. وحشنا، الله يكرمك. ربنا رايك بس في الطازه ده، ايه الاخبار؟ يعني الطازه غريب شويه. يعني بص هقول لحضرتك حاجه، انا عندي اقتراح ان اتحاد الكوره يخلي زي ما نيرو فنجان المدير الفني يخلي كابتن شوقي غريب مدير مشروع للمنتخبات الوطنيه، مدير مشروع للمنتخبات الوطنيه. طالما بيطلع من المنتخب الكبير على الاولمبي، على الاولمبي اللي بعده، على الاولمبي اللي قبله، يبقى ثابت. على فكره انا مش بضحك ولا بهرج ولا بقول حاجه، انا بقول يبقى فعلا زي في اوروبا بيعملوا ايه، بيجيبوا مدير فني كبير يمسك المنتخبات الوطنيه كلها، وبيجيبوا واحد لكل مرحله سنيه، ويبقى ثابت 10 15 سنه ويطلع من تحت ايده حاجات. انما مش كلام ضحك بقى على الدقون، او ان المنتخب الاولمبي ده سنته خلصت نروح نمسك كابتن شوقي غريب، خلص المنتخب ده نمسكه منتخب اول ونرجع نمسكه منتخب اولمبي. يعني التكرار في حد ذاته مش هيبرز اي انجازات، الا ان انت تكون مستعد ان انت تبقى زي ما بقول لحضرتك مدير منتخب، ومدير منتخب هنسميك مدير منتخب اولمبي، زي ما انت جايب مدير منتخبات نيلو فنجادة، هات مدير منتخب اولمبي. يبقى كابتن شوقي غريب معروف على طول انه هيمسك المنتخب الاولمبي اللي رايح اي بطوله. يبقى انا كده ثابت، وفي نفس الوقت ما خسرتش حاجه. يمكن وقلت للناس نقطه واحده، قلت للمدربين التانيين ما تجتهدوش في المنتخبات، ما تفكروش في المنتخبات، فكروا في الانديه بس. ما يمكن عشان الراجل صاحب مشوار طويل وخبرات كبيره يعني، فممكن نقول نراهن عليها. انا عشان كده بقول لحضرتك انت معترض على ان يكون مدير فني منتخب اولمبي، عايزه يبقى مدير مشروع، مدير مشروع كامل. يبقى انا هلعب بسيستم كامل للكره المصريه يتولاها كابتن شوقي غريب من الناشئين من تحت لحد ما يوصل منتخب اولمبي، يبقى هو مدير الثلاث منتخبات. طيب عظيم جدا. على فكره دي فكره ممتازه وكويسه جدا، بس هي يمكن تكون في التطبيق هتزعل المديرين الفنيين.